بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، أخوكم أبو يحيى من قناة أكابي تيوب، بحييكم لفيديو جديد. قبل الفيديو أشكر كل المتابعين القدامى والجدد، وبارك الله فيكم فردا فردا على دعم القناة، وإن شاء الله تزدهر القناة للأمام. هذا الفيديو الأخير من السلسلة التي بدأتها في الفيديوهات السابقة، أعرض فيها السكاكين ذات النصل الثابت اللي عليها نسبة من الصدأ، يعني خلنا نحكي كبيرة، ونشوف النتيجة دائما بعد تنظيف الصدأ، مش تلميع السكينة. الهدف ليس التلميع، لأن السكينة لن تعود للحالة الأصلية، لكن التنظيف الأولي خلنا نسميه. هذا هو، هاي هي السكين. مثل هذه السكين ليست موجودة عندي في المجموعة، راح ننظفها سوا ونشوف النتيجة. يلا خلنا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. أول إشي هذا نطور إنطار الصدى، ومن ثم نبدأ. الفيديوهات السابقة يعني استخدمنا دائما فيها مثلا ممسحة الصدأ أو الملمع خلينا نسميه أو تزول، واستخدمت أيضا VD40 ودرل أو الفرشاة الكهربائية. بعد ما يشتغل الفيدي راح نبدأ سوا النظف. يلا بسم الله ونشوف شو النتيجة. طبعا قبل التنظيف حاب أعرض انه هنا مستفحل صدى كمية هائلة، فبده تنظيف بشكل جيد. نقول بسم الله. الحجر واضح، يجب غسله، نمسح أول بأول. هذا هو الصدى، هذا هو النصل بعد التنظيف الأولي. طبعا الباقي واضح، يعني البقعة العنيدة اللي هون 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 وهون وأمام النصل. راح نستمر ونقول بسم الله. طبعا لازم نغسله ونستمر. يا رب عدنا أخواني، نستمر في تنظيف السكين. أعتذر على انقطاع الفيديو، يعني كان في اتصال كان لازم نرد عليه. بسم الله. طيب خلينا نجرب فرشاة عدنية، لأنه هون الصدأ مستفحل، فنقول بسم الله.
الصدى هون بخف بشكل بطيء. راح نحاول بالفرشاة الكهربائية ونشوف. الصدى يعني عم بخف وهون لازمها يعني تنظيف إضافي. عشان ما يطول الفيديو راح نستمر على الجهة الأخرى وإن شاء الله بعدين بورجيكو فيديو كامل بكل السكين كيف النتيجة النهائية اللي عرضناها عليكم. طيب هيك النتيجة الأولية. راح استمر في تنظيفها إن شاء الله ونعرضها عليكم كما قلنا في فيديو منفصل. أشكركم على حسن المتابعة وإن شاء الله يكون الفيديو فيه إفادة. وأي سكين وكابي يعني بالنسبة لي مهم أنها تكون خالي من الصدى وبحالة ممتازة. إذن أخواني أشكركم جميعا وبارك الله فيكم. أخوكم أبو يحيى من قناة أكابي تيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.